وشوشة. أنا شايف إن الحظ بيجي للي بيتعب أو بيجتهد. بص، هو الحظ ممكن يساندك مرة في إن أنت تنجح، ممكن يساعدك مرة واحدة في إن أنت تنجح، بس إن أنت تحافظ على النجاح ده. ما هو ساعدني في بدايتي في أغنية قلبي، قال لك على فيه، أنا لقيتها انتشرت انتشار مش طبيعي. فبس هو ده الحظ بقى، أنت حظك ساعدك في البداية إن أنت نجحت، بس هنا هتقدر تكمل ده؟ هتقدر تعمل نجاحات تانية ولا لأ؟ ده نتيجة تعب واجتهاد. يا جماعة مش هخش مجال المهرجانات، يعني مش هقعد بس أكتب مهرجانات، هقدم. لا طبعا ما بخافش. لا لا ما بيتدخلش خالص. محمد رمضان فنان جميل جدا، اللي بيعرفه عن قرب بيعرف ده. فالموضوع ان هو التدخل محمد رمضان مش بيتدخل علشان يفرض بعض الكلمات، لا هو بيتدخل بس علشان هو في ذوق في الاغنيه عايزه يوصل له، فانت بشطارتك تقنعه ان انت اللي عامله هو الذوق الكويس. حتى لما حد بيقول لي انت ازاي بتعمل مهرجان، بقول له احكم بعد ما تسمع مش اكتر. يعني احمد مكي عمل من اغنيه المهرجان او اغنيه الراب مدرسه ونجح جدا. يعني انا اكتر من اكتر الناس اللي بحب الاغنيه اللي نزلها الاخيره اللي بيغنيها لابنه دي. اه طبعا طبعا بجد ممتاز. لا هي رسائل، هي رسائل بس يا ريت نحتفظ بيها شويه. هو مش نمبر 1 ولا الحاجات دي خالص، لان محمد رمضان شغال ان هو بيعمل البوم كامل كمان، مش يعني ممكن دي تكون حصر ليكم. فهو وانتقدت. لا على الملك. مش نمبر 1 خالص. لا الملك على الاسم بس، وقلت له على فكره. هو في جديد كتير. هو في هيثم شاكر، في سميره، في مصطفى قمر، في حمائي، في تامر حسني، في اياد جيان، في نانسي عجرم، في حاجات كتير، بس مواعيد النزول مش بعرف امتى. يعني مش تقدر تحدد ده بينزل امتى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.